أنا والله يعني عندي حلم إني أفتح هيك مطعم صغير بياخد جميع الأكلات، إن كان مطبخ الأكل التركي والأكل السوري أي أكل، إنه بحب مني يعني بتمنى إني أفتح هذا المطبخ أنا، يعني بتمنى إني أجمع كتير من أطياف من الإنسان من السوريين أو أتراك، إنه يكون في ترابط بيناتهم. بعد ما بلشت عنا الحرب اللهم صل على سيدنا محمد، أنا انتقلت على بيت حماي، عاد ما بيت حماي كانت الحياة كتير صعبة، جوزي ما بقى وقف شغله كلياته وما عاد في يعني إنه مردود أبداً، أولادي بدهم يروحوا على المدرسة بدون مردود بدهم لبس أواعي، قمت أنا طلعت شغلة المونة بالبيت بالشام. سمعت إنه في هون عم مركز عم يعطي لقاءات واجتماعات وهيك، بعدين أول ما فتح بعد الجمعة بعد ما رحت بجيت بعد الجمعة استقبلتني واحدة حلوة كتير هي وشها بشوش كتير اسمها فاطمة بياض، قالت لي تفضلي شو بدك؟ قلت لها بدي سجل كورسات، شوفي عم كون كورسات مهنية أنا بدي سجل فيها، قالت لي تفضلي سجلت أول شي كورس خياطة، بعدين كورس طبخ، بعدين كورس سبور رياضة، بعدين زراعة، سجلت أنا بكورس الطبخ، أنا سعيد انبسطت كتير بكل الكورسات بس أكتر شي كورس الطبخ. Hüda toplum merkezine ilk geldiğinde pozitif bir insandı ama birçok noktada desteklenmeye ihtiyacı vardı. Kendine özgüveni geldi, sosyalleşmeye başladı, kendine bir çevre oluşturdu. Özellikle Türk yemeklerinden mantıyı çok güzel yapmaya başladı ve bunların satışını yaparak kendine aynı zamanda gelir kaynağını oluşturdu. Daha mutlu ve daha pozitif bir insana dönüştü. هلا انا كنت بسوريا، هو الاكل كثير مهم، انا كنت بسوريا اعمل هدول الاكلات وبيعهم واخذ اكسب مصاري عشان انه نسد حاجاتي الخاصه احتياجاتي الخاصه، اما هون بتركيا هذا الاكل وتعاملته واعطيت مو بس انه انا اخذت مصاري، لا انا هون اعطاني دفعه لحياتي، شفت حياه ثانيه. انا لي عندي حلم، يعني حلم هو صغير صحيح مو كبير، انه حلمي اني افتح مطبخ هيك صغير ململم اجمع الناس كلها فيه ياكلوا اكل ويصير المحبه بقلبهم للكل.